احنا بقى جينا هنا اللي احنا بنسميها المصريين حرفوها الميت رهينة. هي ميت نفرد، هي منف العاصمة التاريخية الأولى لمصر في التاريخ يعني، والأقدم ويسموها ميت نفرد ليه بقى؟ المدينة الجميلة. المفتاح ده بقى اللي احنا جينا عشانه. شوف بقى، في ناس قالك ايه، ده أصل دوت نهر النيل، ودي الحتة اللي عند الوادي كده، ودي كده داخلة على السودان والنوبة ومش عارفين، وفي مش عارف ايه، وفي قصص كبيرة جبتاه واحتاروا، يا ترى دي كان فعلا الإله يديها للفرعون فالفرعون يعيش كتير ويبقى قوي، وبعدين ليه علاقة وثيقة أو وطيدة بالحياة الأبدية. مش بس دي، لا، دي تدي القوة والشجاعة والبتاع، لكن الخلود. معظم الباحثين اللي درسوا الآثار ودرسوا الحاجات دي ودرسوا بقى اللغة الهيروغليفية واشتغلوا على ده، اتكلموا كتير قوي على علاقة مفتاح الحياة بالخلود والحياة التانية. المصريين من زمان قوي مهتمين بحياتهم، لكن أكتر من اهتمامهم بالحياة دي هم مهتمين بالحياة التانية، بذلوا فيها مجهود كبير جدا، وكان عندهم اعتقاد راسخ اللي هو بعد كده كل الأديان قالته واللي احنا كلنا مؤمنين بيه، انه في بعث وفي حياة أخرى وفيها ثواب وفيها عقاب. هم كانوا مؤمنين بده. ده بقى عمك ايه بقى؟ رمسيس الثاني. ده كان بيقولوا صغير، ولما مسك الحكم مسكه في سن المراهقة، بس مسكه بقى شرخ جامد من 1273 1273 قبل الميلاد. قبل الميلاد انت بتنزل مش بتطلع. فضل يحكم لغاية سنة 1213 طبقا للحاجات اللي هي شبه مؤكدة أو يعني الأكثر شيوعا، 67 سنة، أطول حاكم يعني حسب ما نسمع في تاريخ مصر. ده كان بيعمل حاجة لطيفة أو بقى أنتوا عارفينها أكتر مني، إن هو كان بيشيل وشوش التماثيل ويحط وش. ما نعرفش يعني، ما عندناش معلومات مؤكدة ليه كان بيعمل كده، لأنه كان ملك عظيم كبير جدا وله فتوحات وغزوات وقصص حب مع نبرتاري، ومشوار طويل يمكن محتاج إن احنا نجيله مرة لوحده، لأن الملك ده ليه، الفرعون ده ليه قصص كتيرة، ويقال إنه هو فرعون موسى، يقول لا مش فرعون موسى لأنه الفترة الزمنية ما تنفعش، ولأنه يعني في كلام كتير، ويقولوا ابنه هو اللي فرعون موسى، يعني كلام كتير، انما مش مؤكد خالص. في علماء قالوا انه ممكن يكون، وفي علماء قالوا لا 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 مش مستحيل يكون هو ده فرعون موسى. احنا جايين في ميت رهينة، المتحف الكبير ده العظيم ده، عشان هو يعني على كتفه هنا، هنا المفتاح، مفتاح الحياة اللي هنتكلم عنه مشوارنا في المكان ده. ده بقى خرطوش الفرعون رمسيس الثاني، يعني الختم بتاعه، البصمه يعني. فيها ايه بقى؟ فيها المفتاح اللي انا قلت لحضراتكم عليه، احنا جايين عشانه، وفيها ده الاله، الاله بتاعه، وده بقى ايه؟ عمك رمسيس بقى الاشارات بتاعته. فده تك الختم بتاعه، الاله لان هو ابن الاله، وهو اللي بيديله البركة والخير والقوة والعظمة، والمفتاح بتاع الحياة اللي هو محدش عارف يتفاهم معاه خالص بتاع ده. لكن لعظمة الفكرة نفسها، ان المفتاح ده بقى مثلا تلاقيه علامة مثلا على النقود المعدنية في قبرص وفي أشياء صغرى
والمفتاح ده في العالم كله. وطلع كمان قصة غريبة قوي، المفتاح الذهب غير المفتاح الفضة، غير المفتاح العادي، غير المفتاح الأخضر، غير المفتاح الأزرق، غير المفتاح الذهب. ده حكاية كبيرة بقى. دي أول تعويذة إلهية بتقدم للبشر. التعويذة دي قدمها الإله تحوت، إله الحكمة، للبشرية لإعطاء القوة الخارقة والخلود. زي ما انتوا شايفين بقى كده. ايه بقى حكاية المفتاح ده بقى؟ أول فكرة جت قال لك هم بيعملوا ايه بقى كده؟ حطوه مزيدا من الأنفاس من أجل حياة أفضل وخلود دائم. ده قال لك المفتاح ده احتمال يكون كده، احتمال. هقول لكم على احتمال تاني كمان. يقول لك هو كمان مرسوم على شكل رحم المرأة، عشان هو ده المفتاح، ده العلاقة بين الذكر والأنثى، هي العلاقة اللي بتيجي منها الحياة. المفتاح ده بقى يكمل المشوار إلى حياة أبدية. كمان يقول لك إيه بقى يا سيدي؟ ده كمان لأ، ده هو بيمثل العلاقة الأسطورية كبيرة أوي العميقة، علاقة إيزيس وأوزوريس. في حاجة تانية؟ قال لك في حاجة تانية. ده بيمثل السماء، الخط ده، الخط ده بيمثل الإنسان للخروج إلى إيه دي؟ اسمها بيضة الخلق، هي الأصل الكون. فالمفتاح ده بيرمز لأصل الكون، دي بيضة الخلق، يعني من هنا الخلق بدأ، ثم السماء، ثم الإنسان. في رأي تاني يقول لك ده نهر النيل، العطاء، رمز العطاء. دايما يقول لك مصر هبة النيل، فالنيل هو رمز العطاء. يعني العطاء يعني بيدي صدقة؟ لا، العطاء هو رمز الحياة. في نيل في مصر، ما فيش نيل في بقى مشكلة كبيرة. فالنيل هو رمز الحياة، كان في الماضي وما زال وإن شاء الله إلى أبد الأبدين. المية كانت هي سر الحياة، والنهر كان هو أحد الحاجات اللي بيرمز ليها مفتاح الحياة في اعتقاد بعض الأثريين، مش كل الناس بيقولوا رأي واحد.